السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. وعلى مدار الساعات الماضية كشفت وكالة فضاء عالمية عن بعض المناطق التي يحتمل أن يسقط بها الصاروخ الفضائي الصيني أو حطامه بعد أيام من خروجه عن السيطرة، ومن بينها بلد عربي. وتوقعت منظمة إيروسبيش كوربوريشن الفضائية الأمريكية أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتلة للسقوط. ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المنظمة غير الربحية التي تمولها الحكومة الأمريكية أن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض السبت. وأضاف التقرير: إن كان هذا صحيحا فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان. ومن جهة أخرى، غرد ديمتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس الخميس بنشر خريطة للأرض تظهر مناطق الاصطدام المحتملة للصاروخ. وفقا لتغريدة روغوزين، تشمل المناطق المحتملة مساحات شاسعة من معظم قارات العالم، بما فيها قارات بأكملها مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا. وعلقت وكالة سوبتينكا الإخبارية الروسية على التغريدة، مشيرة إلى استبعاد بعض المناطق حاليا مثل شمالي الولايات المتحدة وكندا والجزء الأكبر من أوروبا وروسيا ومعظم آسيا الوسطى. وكانت وكالة الفضاء الروسية أعلنت الخميس أنها تراقب عن كثب التحركات غير المنضبط للصاروخ في محاولة التنبؤ بمكان سقوطه. وفي السياق ذاته، أشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 ماي. ونقل تقرير لصحيفة غارديان البريطانية عن الوكالة قولها إن مسار الصاروخ يعني أن أي أجزاء ستتبقى منه عند عودته إلى الأرض ستهبط بين 41 درجة شمالا و41 درجة جنوبا، وهو شريط من الأرض يمتد من المناطق الجنوبية من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وصولا إلى أستراليا. وصلنا إلى آخر الخبر، شكرا لكم وإلى اللقاء.